الموسيقى الأندلسية في المغرب هو دور عريق، لا تاريخ عريق ولا أصالة عريقة كذلك، لأنها تعتبر هوية مغربية وهي تراث يعني منذ القدم. أعطى واحد الأكل ديالو في السنوات الأخيرة أنه اعتبر يعني كتراث لا مادي، وأسست به حضارة مغربية لا من ناحية المعمار ولا من ناحية الثقافة، يعني في اللغة وثقافة في الأشعار والأزجال وحتى في الموسيقى والعزف. موسيقى الأندلسية اختارت عنوان هذا المركز حتى يكون محطة من محطات يعني تعلم هذا الفن والتراث، لأنه يعتبر كيف سبق لي قلت كهوية مغربية. قواعد تعليم الموسيقى الأندلسية كتشترط على أنه يعني ما عندهاش سن محدد أو سن معين أو شخص معين، يعني كتشترط أنه يكون إنسان متشبع بهذا الفن. بدي الأولى اللي هي ثقافيا تاريخ الموسيقى الأندلسية، كنهضروا على حقبة الزمنية وعلى ماذا تتكون منه هذه الموسيقى، يعني لنا هي ماشي فقط موسيقى بل علم، لأنها كتدمج طبوع، والطبوع منين أتى، وطبع الإنسان يعني في الأرض والشجر، ما خلق إلا ومتعلق بهذه الموسيقى الأندلسية. كذلك نهضروا على المجال العلمي الموسيقي، يعني مقامات ديولها، لماذا سميت نوبة، لماذا سميت طبع، لماذا سميت إيقاع أو ميزان، يعني كنخدموا على الخصائص العلمية والموسيقية كذلك والتاريخية باش نقدروا نهيئوا المتلقي الذي يسمى بالمولوع أو الولوع، يعني أنه يتولع بها بجميع خصائصها وجميع ميادينها لا الموسيقية ولا التاريخية. بالنسبة للقصائد والأشعار الصنائع، وسميت به صنعة وتميزت عن باقي الفنون بصنائع لأنها تعلم أو تلقن عند المعلم، يعني هذه الصنائع تعتبر أزجال أشعار أندلسية لها بلاغة وفصاحة في اللغة، يعني صعبة في الفهم لأنه تنشتغل على تفسير المصطلحات، لأنه من تذكروا دموع تسمى بالعبرات، أو يعني صنائع سميت بصنعة زجل أو صنعة توشيح أو صنعة مجتت بحر مجتت، أو يعني كنلقاو راسنا أننا دخلنا في عالم اللغة، في عالم اللغة العامية لأهل الأندلس، طريقة باش كانت تغنى هذه الموسيقى أو بماذا كان يوصف يعني الوصف عند أهل الأندلس. هذا شطر خاص نشتغل عليه باش نفسروا هاد الأشعار اللي عندها واحد التاريخ عريق، أشعار شوشتري، أشعار النباجة، أشعار المتنبي، أزجال صنائع وبراويل أخذت من فن الملحون وأدرجت في الموسيقى الأندلسية. كنحاولوا نعطيو لكل طبع أو كل ميزان هاد الأشعار اللي وصلت منه التاريخ ديالها، وعلاش تغنات مثلا يغنى صنائع تغنى أو أشعار تغنى بالشمس، يعني اللي هي في طبع المايا تغني على المساء، أو تغني على الصباح الباكر في طبع العشاق يسمى بالذهبية الشروق. كذلك مثلا إذا أتى الليل فعليك برصد الذيل، يعني يتغنى بالمساء أو أشعار على المساء أو أشعار على يعني كل وقت أو كل حقبة زمنية إلا فترة من الفترات اليوم عندها واحد طبع معين يتغنى بها وأشعار خاصة فيها. بالنسبة للأساتذة والمعلمين والشيوخ اللي أطال الله عمرهم باقين الآن كيداولوا هذا الفن، فأراهم أنهم مشعل كبير في المغرب، هما أقلية، لأنه رحم الله المعلمين كثار بزاف اللي توفوا، اللي صراحة كاين اللي خدع عليه الامتداد وكاين اللي ما خداش عليه الامتداد، ولكن بقوا الحمد لله كاين الخلف اللي خدع الامتداد ديال المدارس اللي هما المدارس الكبرى الموسيقى الأندلسية، العميد مولاي حمد لوكيلي والحاج عبد الكريم الرئيس ومحمد عربي تمساماني كذلك، اللي هاد المدارس الثلاث عطاو واحد وزن كبير الموسيقى. الحمد لله الخلف اللي كنشوفوا فيه مستقبلا من تردد النساء على الحفظ، من تردد طلبة على المعاهد الموسيقية باش يتعلموا، والمراكز المتخصصة في هذا المجال التراثي اللي كيتعلموا
التلقين ديال هاد الموسيقى وتيمارسوه كهواية، وكاين اللي كيشتغل به كمهنة شريفة تعتبر من المهن الشريفة، لأنها أولا مستواها عالي ودقيق جدا وصعب المنال، يعني يسمى بالسهل الممتنع. كذلك كنشوفوا أن الحمد لله كاين أمل في هذا الخلف أنه يأخذ المشعل، كيف ما احنا كشباب خدينا المشعل باش أننا نقدروا نأسسوا هذه المراكز اللي كتشتغل على موسيقى الأندلسية.